السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. الفيديو نتاع اليوم باش تشوفوا العلب اللي ترتبوا فيها المواد الغذائية، وهذه العلب فيها عدة أنواع. هنا ينتبعوا على عدة أشكال وأنواع. هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه يشبه كثيرا اللي يستعملوه المحلات اللي يبيعوا توابل، لكن على شكل صغير، وفي كل علبة فيها هذا المغرف صغيرة باش ترفدوا بها المواد الغذائية اللي راكم واضعينها في العلبة. في الجزائر أيضا شفتهم يتباعوا لكن بأشكال أخرى، كما راكم تلاحظوا هنا يعني وضع اللوبيا، وأيضا كتبت في ورقة الاسم نتاع المواد الغذائية اللي وضعتها في العلبة باش من بعدها تسهل عليا العملية البحث نتاعهم. هنايا الفريك، يعني كل علبة توضعوا فيها حاجة. هنايا باغ اكزومبل، هنايا على سبيل المثال مكارون، والعلبة الأخرى راني واضعة فيها شوربة. وهذا العلب بالنسبة للأخوات اللي يسكنوا هنايا يتباعوا عند دولاراما، الثمن تاعهم 4 دولار للعلبة الواحدة، وهادو جايين بالبلاستيك. وكاين أيضا بلارات هنايا تاع الزجاج، راني واضعة فيها أيضا العجائن. كما راكم تلاحظوا هنا ما كتبتش الاسم نتاع المواد الغذائية لأنه شفاف، تقدري تلاحظيه فقط بالعين. كما راكم تلاحظوا هنايا رشته، هنايا المايس، ليها العجائن ولا لي لازان، ايضا هنايا البركوكس، والاخرى الجلجلان. وكاين انواع اخرى تاع علب راني واضعه فيها سيريال للاطفال. وهنا كما انا راني وضعتهم فقط في تيغوار كبير، وشوفوا كيفاش العمليه سهله باش توضعوا علبه فوق اخرى، يعني تربحوا البلاص. تقدروا ايضا تنظموهم في البلاكار، يعني في اي مكان يساعدكم في المطبخ. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.